فتيات الروابي نحن. المشكلة إنه عادة اللي بيشتغلوا وراء الكواليس ما كتير يعني بينشهروا مثل الممثلين. نشيد مدرسة الروابي للبنات يسلط الضوء على صناعه. فما أحتاج إنه كل الناس يعرفوا أنا إنه أنا اللي كتبت الأغنية الريمكس. تيما المخرجة تواصلت معي وطلبت مني انه اعمل لها اعادة توزيع وغناء للثيم تبع المدرسة باسلوب اخر ليجي بالحلقة الاخيرة بالسين الاخير ليكون مناسب لهداك السين. وهيك صار، فانتهى مسلسل مدرسة الروابي للبنات اللي عم بيحقق نجاح كبير من وقت صدوره على نتفليكس بنشيد مميز نال اعجاب الجمهور بصوت ليال وطفي. نحن فتيات الروابي نحو القمم محلقات. لكن نجاح الأغنية ما خلص هون، فما فينا نتخطى بسهولة النجاح الكبير اللي حققه الريميكس اللي اشتغلت عليه جارة وصار ترند على تيك توك. فتيات الروابي نحو القمم محلقات. I'm very happy لأي شخص أو أي فنان بيعمل شيء وفورا بيصير هذا الشيء ترند، خاصة عن تيك توك. بيكون شيء كتير حلو لأنه هذا بيساعد كمان أنه ينشر الموضوع ويخلي العالم تعرف عنه أكتر. Thank you جارة. ولهيك كان لازم تدخل جارة على المقابلة وتحكي معها شوي عن هالعمل. يعني أول ما شفت المسلسل عرفت أنه هيكون حريقة، بس بعد ما نزلت الأغنية like رحت على تيك توك، كتبت لك روابي، كتبت بالإنجليزي، كتبت بالعربي، المشاهدات لك شايفة ام بي، شايفة مليون بليون. ما توقعت الصراحة النجاح هذا يعني. فأول ما سويته يعني أصلاً الأغنية الوحدة بدون الريمكس حقي كانت لاصقة في راسي، فحبيت إني أسوي شيء يعني شوية زيادة كمان للناس اللي يعني أديله شوية فليفر، you know، يعني شوية زيادة سم جارة فليفر يعني. صحباتي رفيجاتي هذي شلت كل الليل لازحاتي، ما فيني حلو يا ولي ويل ماني قادرة على مستحيل. وهل لقيت صعوبة بالعمل على هالأغنية؟ الطريقة اللي كتبتها بدأت بس كده فريستايل، تفرجت على المسلسل، أي شيء حسيت إنه له علاقة بالبنات بالمواضيع اللي انطرحت في المسلسل على طول كتبتها، فما أخذ مني وقت كتير. حسيت إنه من جد قدرت اني اشياء كثير، مواضيع كثير في مع البنات الروابي ومع المسلسل كله والفكره، حسيت انه اخر يعني مره كان سهل بالنسبه لي، ما حسيت بصعوبه وانا قاعده اكتب الكلمات. لكن مش كثار اللي بيعرفوا مين وراء هالاغنيه، ولهالسبب ما حصلت جارة على الكثير من التفاعل والكريدتس. صراحه اصلا اولا يعني شغلي مع تيما الدايركتور والكاتبه للمسلسل هذا كان اصلا شرف لي، وكان شرف انه هي اختارتني اسوي الريمكس للمسلسل. فشايفه انا من بعيد نجاح روابي، انا اصلا حاسه like يعني I'm very proud you know، مو على الاغنيه حقتي بس. لما شفت صار ترند، شفت ناس كثير مو عارفين مين اللي كتب الكلمات ولا صوت مين هذا، فانا I'm just like من بعيد قاعده اتفرج وانا مبسوطه يعني. انا ما سويته عشان يجي كريدت لي ولا اي شيء، فاولا انا بس مبسوطه بنجاح المسلسل يعني، مره مبسوطه. وهالشي كمان عانت منه ليال وطفة لفترة طويلة، فيا اللي ما بيعرفوا الكثار انه ليال هي ورا فواصل رمضان على قناة ام بي سي. المشكلة إنه عادة اللي بيشتغلوا وراء الكواليس ما كتير يعني بينشهروا مثل الممثلين مثلا، فالعالم ما كتير بتعرف عنهم، بس الحمد لله يعني ريسنتلي من شي سنة تقريبا صار العين عليها أكتر، وصار العالم تجي لعندي تقلي إنه you know أنت اللي بتعملي تبع MBC وتبع رمضان، فحابين نعمل معك مقابلة خلي العالم تعرف عن هذا الموضوع أكتر. فإيه يا الحمد لله إنه صارت العالم تعرف مين وراء هيدا الموسيقى. وشو عم بتحضر بالفترة المقبلة؟ هلا حاليا انا عم بشتغل على مسلسل اسمه حبي الباهر، وان شاء الله حيكون عرضه برمضان، وكمان عم بشتغل على مسلسل جديد مع المخرج علي العلي، وان شاء الله كمان حيكون عرضه برمضان. بالمستقبل عم بحضر ان شاء الله لحفله بدار الاوبرا بدبي، بس هيدا شوي رح تاخذ وقت يعني، انا بفضل يكون بعد الكورونا بشوي بعد ما تروق الامور نتفق.